هاي الهارونية قرية بأكملها فرقوا عليها بيوتها وسيارتها طالوها العالم حتى ما لحقت تلبس هدومها وتطلع. طيب حتى المجمدة جاي تشتغل شوف بامي انجلني خطية بعض التمور لا 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 خفت لا لا حسنا نشوف المجمدة تشتغل بها اكل لا لا بامي شوف حسنين بيض هي 50 جنيه بيض سلسلة واحدة حد والله مال عالم تولم سيارات فرقة اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج الذي وجد عبر شاشتكم شاشه الرافدين لنسمع ارائكم واقتراحاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقه. مشاهدينا الكرام، للمشاركه بالبرنامج اتصلوا على الارقام التاليه، من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الارقام الاثنين اذا تشوفوها اسفل الشاشه. أما من خارج العراق تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، وإذا ما قدرت تتصل بينا تقدر تتواصل ويانا عن طريق رسائل الواتساب بتطبيق الواتساب على هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم، هذا الرقم وللاتصال أخواني ومشاهدينا الأعزاء. بداية مشاهدينا الكرام، المقطع اللي شفتوه بداية الحلقة يبين لكم عمليات الحرق والتدمير اللي سوتها الميليشيات بممتلكات المدنيين في قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. ومن بين هاي الفيديوهات اللي نشرت اليوم مقطع مصور صوروه الجنود اللي تابعين للجيش الحكومي يبين الحرق أثناء ما كانوا يفترون بالبيوت، وكان التصوير بأحد البيوت المحروقة. السؤال اللي ينطرح هنا، ليش هاي القوات الحكومية ما وفرت الأمان للناس والأهالي؟ ليش هاي القوات الحكومية وقفت موقف المتفرج واكتفت بهالشي؟ ليش هاي القوات الحكومية تفرجت وسكتت وكان شغلها تصور وتوثق كأنما مراسل صحفي دا يوثق لنا المشاهد؟ وهل صار شغل الجيش الحكومي اليوم نشر المقاطع الفيديوية على مواقع التواصل الاجتماعي وبس؟ هاي الأسئلة أتمنى مشاهدينا الكرام انه انتم تجاوبوني على هاي الاسئله اللي طرحناها اليوم وياكم، انه ليش هاي القوات الحكوميه اليوم فقط تصور واكتفت بالمشاهده ووقفت موقف بعيد عن اللي دا يصير باهالي المقداديه واهالي القرى اللي موجوده في قضاء المقداديه، وبعد ذلك دخلت للبيوت وطلع لنا المصور مثل ما تسمعون الجندي مقهور الفريز تشتغلوا بها اكل او الثلاجه بها بيض. نعم الفريز راح تلقى بيها اكل وثلاجه بيها بيض وخضروات وغيرها.
فهاي الأسئلة اللي طرحناها أتمنى جاوبوني عليها. أول اتصال ويانا أبو رعد من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أقول لك إيش هذا الحكي كله الشيف، أنا أقول لك نعم سؤال واحد أقول لك إيش ليش أسأل لو فرض وزير الفضاء أو وزير الداخلية ذولا هسه ذولا بعد ما أقول على جنس ديمقراطي إلا هذولا وتقول نعم. ورئيس الوزراء يوقف وتقول الوزير الدفاع حالة من الميليشيات وأضر على مجرم وخوش مثلا إذا ضربه أنا مع الوزير نفسه مو عاد جنعمي الشرطة جيش كلهم يكون من الميليشيات بالله إذا حشيش العقب بيتين إحنا مو عايشين دولة مو رام دولة ميليشيات وهاي الميليشيات انتظر مو هاي الدورة الدورة لا كل الحكم يصير ميليشيات والله هذه قضية ديالة ما تنحل حالها بالنسبة لهم يبدو يبدو هم كل العوائل تجهجر من المنذرية لما توصل الواسط هذه كلها الجزيرة انت هاي المنذرية نفط خالة منزلي الزانية بدر جفان الكوتش نعم هذه مستقبلا هم اللي يردوها بأمر من إيران 15 إلى شوف إلى مطار 15 إلى 10 مليون ينزحون بهاي المكانات يحضرون ومثل جهات الميليشيات يحضرون المكان لهم في سبيل ينزحون بعد مستقبلا السنين الجاية وهاي مديرية الجنسية يأخذونها ويسمون هذا علي وكاظم وحسين ينطونهم درجة أولى عراقي ويدخلوهم بأحسن الوظائف نعم وحيخلوهم يشاركونهم بالكوم وهذول زايدين هسه يعتبرون هذول القرى هاي اللي ما إلها هاي زايدة إيش زايدة عن ما يردوها زين نعم ومساعدة هاي الميليشيات هسه اللي تتحرك هناك واللي تقتل واللي تذبح كلها أمر مو مرسم أمر ويدعمهم هذا مسنة تميمي المحافظ يوقف لهم يحميه يقول لهم رح يهجمون الميليشيات وذبحوا على الزمان والقوات الشرطة والجيش نسلتكم خاف تدخل يجي القاضي لهم من نعم. بعد يراقبهم وبعدين انسحب انسحب نعم هاي الشغلة هالشكل نعم. هذا نفط خانة هسه بصف خانقين نفط عراقي من أروع أنواع النفط من أجود أنواع النفط من صار السقوط نجموا العلم العراقي شمروا الإيرانيين خلوا لم العراق إيراني أكو واحد منهم هذول هسه والله ما واحد يحكي ما بغلط قال لهم ليش وهذا نفط عراقي أخذوه ويعونه ويصدرونه وخاص إلهم صار تابع هذا على الحدود الآن يعني وهذا فعلي هناك هاي المناطق أحكي لك ماشيها الشبر نعم يعني 165 طيارة من نوع أنواع الطيارة تسير كوليراج والفانتوم والمياج أما نوعها يمش جارة الحبيبة نعم أخذوها نعم. ها يا بذل تجيبون يا بذل نحتك مريضهم ورينا نوتي نعم يعني هاي مو والله سوى على مود أنا أحترم الآراء على مود الانتخابات سقطوا وسووا ما حتى لا ما راح يسوون هالشغلة يسوونها وانا غلط نعم شكرا شكرا جزيلا لك عمي أبو رعد. عبد القادر من الأنبار حياك الله يا عبد القادر. بعد عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. الله يحفظك مورك هلا بيك يا الغالي تفضل. لك أخوي إحنا بالنسبة لنا إذا ممكن تعيد لأن قطع الصوت ما سمعت. عبد القادر تسمعني؟ والله الصوت ده يقطع أكو مشكلة بالصوت.
انقطع الاتصال ويا الاخ عبد القادر. يبدو انه اكو مشكله بالمصدر، وهاي واحده من مشاكل الفساد اللي الحكومه ما حلتها ولا دارت لها بال ولا حكوا بيها. ابو خطاب من القرمه ويانا، حياك الله يا ابو خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي؟ نحمد الله على كل شيء، انت شلونك اخوي العزيز؟ الله يعزك ويسلمك. يعز غاليك يا رب. ايه اخوي، شنو سؤالك؟ شنو والله هي اكثر من سؤال. برنامجك شنو اليوم؟ على شنو؟ على دياله، مو دياله؟ الفيديو اللي كان طالع قبل شويه، إيه؟ اتمنى سيد المخرج يطلعه على مود اقول لك سؤالي شنو؟ الفيديو اللي كان طالع هذول جيش طبوا البيت يشوفون الحال اللي صار بهذا الفيديو. هذا شوفه فاتح الثلاجة ومستغرب الأخ أنه بيها أكل وبيها بيض، وقبلها كان فاتح فريز، ويقول له حسوني تعال باوع أكو أكل بالفريز وتشتغل خطية وزعلان عليهم. يعني أنا سؤالي، يعني ليش هم وقفوا القوات الحكومية وقفة المتفرج على اللي صار بالمقدادية، ويجينا هسه كأنما مراسل صحفي أو ينشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اليوم الجيش تغير شغله وصار شغله يوثق فيديوهات وينزل على المواقع ويحكي لنا شنو اللي صاير، لو المفروض الجيش يحمي المواطن ويحمي أمن المواطن ويحمي المدينة ويحمي العراق. يا أخي ماكو دولة، يا أخي والله ماكو دولة. نعم يا أخي، ماكو حكومة يا أخي، قدامهم جاي نشوف الشغلات تصير قدامنا، واحنا ندحج، السيطرات واقفه وتصير شغلات حوادث والله ما تحكي السيطره يا اخي، والله ما تحكي. يعني احنا مو يعني ملينا، والله ملينا من هذا الكذب مالهم. هم نفسهم اللي يسوون هاي الشغلات، هم اللي يحرقون، هم اللي يذبحون، هم اللي يهجرون. هم ليش يذبحوا ذول شنو هم؟ منين ايرانيين هم ذول؟ تمايمة منين؟ عراقيين لو مو عراقيين؟ تذبحوهم تسوون فتنة يا أخي، فتنة تقولون تاردي هجرون، جتهم هاي شلون الشماعة صارت؟ شماعة صارت عندهم، شماعة هاي شغلة منتهين منها ومعروفة ومنتهين كل شيء. ما والله ماكو، ما يصير أي شارة، الله وكيلك ومحمد كفيلك. نعم ما يصير أي شيء، ملينا يعني هذا من الحكي كله، هذا ملينا منه، ملينا وكذب مليناه ونعرف شنو هو. جيب لك جاهل من الشارع اقول لك هاي الشغل اللي جاي تصير بدياله بغداد، يعني تحقلها والله ما الجاهل ما يحقلها. هاي هم جاي يسوونها، هم جاي يسوونها، يدرون بالرسم كلهم، الحكومه نفسهم يدرون، يدرون الحكومه نفسهم. تجي حد تقول له، يقول لك ايه، انا رحت على واحد من البرلمانيين قبل فتره، رحت عليه قلت له عمي انتوا ما سوونا حل، سوونا شارع، انتوا ليش علي قاعدين؟ يقول احنا ما بدينا شيء، ما بيدك شيء، علي قاعد بالبرلمان، علي قاعد الحكومه تاخذ فلوس، سواء تاخذ راتب وقاعد ومن حاجيك مواطن عادي ولا ما اقدر كل شيء اسوي، شنو شغلك قاعد؟ نعم 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 نعم. شكرا لك ابو خطاب لمشاركتك ببرنامج صوتكم. ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله الغالي وحيا الكاظم محترمين. حياك الله اخوي. اجيب الامانة الله ورسولك، عندي صدمة من يوم الحادث كل يوم، بس اتمرد ما اقدر اخاطر. يعني احنا وين عايشين يا اوباش؟ خليني نبتهل. الجيش هو مو متفرج، هو داعم للميليشيات. وليد واضح من وزير الدفاع والداخلية رايح يحضر استعراض الميليشيات في الخارج. هم داعمين للارهاب، هم القتلة السنقة اللي بدون قدر. بعد ما عاد تستحي، يعني هاي الميليشيات طلعت مو من هاي العشاير، مو من هاي البيوت. يعني من ذيك المره قال نادح الميزان، قال راحوا صردوا وما خلوا ولاد اللاده ما باقوا. هم ذول حشد لهم، هم الحشد، هم مو ميليشيات، هم دوله، هم القانون، هم ذولا. يعني ما نضحك على نفسنا، هذول تدري شكوا بدياله؟ هي لا اول ولا اخر مره. جابوا ابو صيده والمخيسه وداغنيه وبروانه وجاره ولا فهرس، ما خلوا، ما دمروا الميليشيات. قوات بدر عم هو العامل من ايران جاء مخطوف لهذا، وهذا مو شيء يمثل عشيره اشكبرها مصاب يعني يقول له احرقها. هم هذول الميليشيات من هاي العشاير اخي، بدون خجل، اللي قتلوا شيعه وقتلوهم شيعه،
والدليل واضح، هم اللي من طبوا هاي النهر الامام يعرفون ما عنده سكين دافع عن نفسه، يعني من طبوا مأمن وما يخافوا مأمن، سوى الجريمة طبعا هذول يذبحون ذولا. واخو هذا ما يصير مسلسل، ما طول ما في دولة هي 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 نهر الامام احسن لو راس المخرب ضربت صواريخ بالستية. وين الدولة؟ وين الهيبة؟ وين السيادة؟ اخي ذولا هم بعد تصير عرقي. وبالمناسبة انا ما اتفق يا واحد يقول لي تنطلق على مسؤول او مسؤول، لا هو من المسلم، هو الامر كله بيد ايران، ما محتاجين. هو شكو بالدجال كنا ما قتلنا حجاب تصارف مثل الدجال، وهذا سببنا احنا اللي دنقنا روسا، هذا الخذلان مالنا اللي صار. والسياسيين السن عندكم يا ما عندكم شرف، قميص الخندر فد واحد انت سامح دبته جاي لدياله، هو انت شنو عنوانه؟ قلت له عندكم شرف، شو تسوي جاي في هاي العمليه الباسعه وموقف قاعد القتل؟ من حتى باعي العرقه من حقنا يا هبل، ما خلوا ما دمروا قوات بدر والعصابات تذبح بجاله، ما خلوا ما دمروا، ما اكتفوا بالسنه وراح يذبحون الشيعه بالسنه. نعم. مثل ما فتوى السيستاني. نعم. لجعد اعمال مال الحسد وللمرح الشيعه سنه، سبونا البلوى سوداء بالدواعش، احنا مو دواعش، احنا ناس مسالمين، احنا عارفين سلمي. احنا عندنا مخاطر الله، احنا مو قول ما عندكم مرجع، لا احنا مرجعنا القانون، لو كانت دولة حقيقية مرجعنا القانون، لكن بكو قانون، بكو قانون يحمينا يا اخي، يعني من يتحدث بهذا الكلام وعرف علينا من حقنا، راح نستنجد بالاتراك، الاحتلال العثماني على اقل على اهل السنة، كانت ناس تتفرج على الدول العربية وتنجع تقتل، قاعد تنذبح، يطب ببيته يذبحه، يعني الله اكبر طفل سنتين يذبح يذب بالنار. المرة تنقتل اللي المفروض والدنا نايم على السرير يقتلونه، شنو هالاجرام؟ اجل لكم الله حتى المواشي خلي تدخل بذات الهدوء المعجرين، حتى المواشي ما سلمت منهم، شنو هالاجرام؟ وهذا الوفد اللي دز الصدر من دعمه هذا اللي دز الجلال الصغير، هذا الانسان الساقط المنحط اللي ناقص دين وناقص شرف وناقص قيم، حمود مره الميليشيات طبعا ما يطول بهم، اخي الحشد من هاي العشاير والقتلة من هاي العشاير والعصايد من هاي العشاير، لن نضحك على انفسنا، احنا ما بقى حكمينا، لان هذا اشوف القانون ضدنا، الحكومه ضدنا، ومن حضر الجنابه هسه محتفل العالم نفذوا العفو حكموا بالاعدام هذا ابو العمارة ابو الفضل، هذا شوف اللي نفذ من هو؟ اللي عدمه من هو؟ صح حكموا بالاعدام بس من نفذ؟ يطلعوا بايعونا والله ما خايف لا على متظاهرين ولا على احمد عبد الصمد ولا انسان ما قرص بالبيت، اخي العراق اصبح مستباح الايران، يعني هذا العامري حتى القندره من جنب ايران على متعلقه هو اللي يجد هاي الازمه، ليش؟ لان هو ما فاز بالداله، ما فاز بالداله كله يقول لك على الاكبر بالايران، شو سوي الجمهور اليوم الصف طالعه طالعه ترى كل شيء تكتب على السنة. ابو ياسين انا اعتذر منك بس اكو اتصالات هواي اريد استلمها، شكرا شكرا جزيلا لك. محمد من الانبار حياك الله يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا. تعيب على كلام ابو ياسين اخونا لزياده. نعم. استاذ رسل. نعم. قبل الاحتلال ليش ما في داعي؟ قبل الاحتلال نعم ليش ما في داعش؟ بس من اجت امريكا وايران صار داعش، يعني داعش كلمه مفتعله من الاحتلال. زين، وبالنسبه امريكا سلمتنا بيد ايران. نعم. استاذ محمد، العفو استاذ رفل وياك اخوي. اكو شخص من كرايه السلام صباح الكناني. نعم. اي اخذ من وزير الصناعه يمكن هاي بالانتخابات. نعم. زين، سلب وزير الصناعه من عنده مبلغ من المال. نعم. زين، يعني ابتزاز وطلعوه بالشهر، هو مسؤول سرايا السلام الرصافه، مسؤول سرايا السلام الرصافه. هذا لو واحد سني مو كان قرا عليه اخواننا الشيعه ما له من قرا السلام، يعني سوى هذا الشيء وابتز وزير الصناعه واخذ من عنده مبلغ
زين وطلعوه ثاني يوم طلعوه ثاني يوم طلعوه جماعة مقتدى الصدر طلعوه ما سجنوه هسه بالبيت. نعم ليش هيك الطائفية هاي ليش؟ يعني المرجعية هاي الناس تحرق وتحذف المرجعية عمي يا مرجعية انتم يا دين يا اسلام انتم ايش تسوون بالعالم وانا عم المرجعية انتم ما تحاسبون دولة جماعتكم عمي ما تحاسبوهم انتم جاي تجيبون لنا فتوات من ايران حسبي الله عليكم يا المرجعية عم انتم مرجعية مال شنو؟ انتم مرجعية مال شنو؟ مال بشر؟ شنو مال نبات مال حيوانات انتم مرجعية لو شنو انتم المرجعية عمي خافوا الله هذا صباح الكنان هيك سوى وما حد سوى له كرسي ثاني يوم طلعتوا يا عالم يا عمي انتم من يام الله من يا بشر يا مرجعية انتم يا دين يا مذهب عمي انتم بينا جولة ما يصير هيك ما يصير هيك عمي احنا اخوان سنة وشيعة وصبية ومسيح وفرقتونا حسبي الله عليكم قيس الغاز علي وهذا المالكي واللاخ العامري سويت بينا عمي بس انا اتنكها بالعشائر اقول عمي اي شيء يسوي مقتدى الصدير او يسوي قيس الغاز علي او يسوي العامري زين اذا اقول بالمرصاد حتى لو النقاد احنا والشرطه بعد لهنا عمي كافي كافي واحد كذا يسوى عمليه اجراميه ثانيا طلعتوا من السجن وهاي المساجين مال اسمه بالمول وبالانبار الملايين 55000 سجين وانتم اخيان مرجعيه هاي راسل السجون طلعوا والله حرام عليكم. نعم 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 اخي محمد شكرا 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 جزيلا لمداخلتك ببرنامج صوتكم بس قلت له يعني قلت له لابو ياسين ولك همين اخويا اعتذر منك اذا قطعت الاتصال او قاطعتك عفوا لكن عندي اتصالات ثانيه علي من دياله كان المفروض يدخل لكن قطع الاتصال وياه وما قدرنا نسمع صوته اتمنى يرجع لنا ابو كرار من بغداد حياك الله يا ابو كرار. انقطع ايضا ابو كرار اتمنى من الاخ علي من ديالى وابو كرار من بغداد يرجعوا لنا مره ثانيه حتى نسمع رايهم حول الموضوع اللي انطرح يعني اليوم تساؤلات كثيره مثلا الاخ عبد القادر من الانبار يقول عفوا الاخ محمد من الانبار يقول ليش قبل الاحتلال ما كان اكو شيء اسمه داعش وابو رعد قال اللي دي يسووه اليوم بالمقداديه هو على مود الانتخابات لان خسروا بالانتخابات فيسوون هذا الشيء. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. الو الو صباح تسمعني؟ شلونك حبيبي شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. شلون حبيبي؟ اخ صباح اذا تريد تسمعني افضل على مود المكالمه تصير اوضح اتمنى تنصيل التلفزيون وتسمعني من التليفون يا الغالي. صار 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 شلونك حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي تفضل. شلون احوالك؟ نحمد الله على كل شيء. عمي عمي الحال هذا احنا لوين ننتظر هاي من دول العصابات جايين حشاك خلوا العالم جد بالشارع الله وكيلك. نعم اي والله لوين يعني هذا الشعب نايم الله لا يطفخهم ان شاء الله. اخ صباح واني يعني اليوم من سويت هاي الحلقه لانه هذا الفيديو اللي طلع مستفز بعض الشيء يعني الجيش او القوات الحكوميه يعني فجاه يطلعون لنا قوات الرد السريع قاعده تاهل مدرسه وتغسل مدرسه فجاه يطلع لنا جندي قاعد يصور ويوثق الحرق ويقول خطيه احترقت بيوتهم خطيه اكو اكل بالفريز خطيه اكو اكل بالثلاجه زين يعني ذولا شنو شغلهم شغلهم ياهلون مدرسه يصورون ويوثقون وينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي ليش ما كانوا موجودين وحموا الناس اذا الناس خطيه والله يعني الله لا يفك كل انسان باطل ويدمر هاي العالم. نعم اي والله اي والله اللهم رب لا يوفقهم ان شاء الله الله يخلص من دول الجراثيم خلوا الحاس كثيره الله حصل عليها العمل مثل باكستان قام يبيعون جهالهم انا من جهالنا بعد اي والله تدري
تدري اكو هسه اليوم طلعوا مرض من كربلاء ما ادري لين باع الكليه مالته يعني هاي دوحه تذبيحه؟ نعم ظلم لو ما ظلم هذا عمي؟ نعم شكرا. اي والله نعم شكرا شكرا لك اخ صباح ولاتصالك بينا. ابو علي من ابو غريب حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام يا الغالي. الله يخليك. هاي رساله للبرلمانيين. تفضل. للبرلمانيين هسه الحاكمين. تفضل اخوي. يقول واقف انقف منحرف بلغ سلامك وانصرف. اليوم احترف بهاء بهاء العرجي يقول احنا فشلنا من 2003 لهذا اليوم. فشلنا فشل ذريع. حكاها ونطقها على قناة البغدادية. هسه على العراقيين اي برلماني يلزمونه بالشارع بالسيارة من حقهم يقتلونه. من حقهم يبيدونه شكوى واحد حكم العراق من 2003. ابو علي هاي شو وقت هاي الحكاية؟ نعم هاي شو وقت حكاها وقال احنا فشلنا؟ والله اليوم على قناة البغدادية قال احنا فشلنا فشلنا فشلنا. ابو علي عزة الشابندر نعم. من زمان من سنين قال ذولا اللي دي يحكمون واللي بسوين نفسهم حكومة وسلطة ذولا فشلوا نعم. ذولا ما يقدرون يأسسون دولة ذولا نجحوا لما كانوا معارضة. ايوه مثنى عازف الضاري الله يرحمه الله يحفظه ان شاء الله ويرحم ابوه هم حكاها قال هذولا فاشلين. نعم. شك واحد بالبرلماني من 2003 لحد هذه اللحظة فشلوا فشلوا فشلوا. نعم. واني على العراقيين الشرفاء اي واحد يلزم برلماني ها لو يقتله لو يسحله بالشارع. والله نعم. هاي رسالة من عندي من ابو علي ابو غريب لكل عراقيين. نعم. البرلماني يلزمونه مشارك بالانتخاب من 2003 لهذا اليوم يسحلونه السحل. على اليوم حيث هاي العرجي قال احنا فشلنا من 2003 لهذا اليوم. نعم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر وياكم، اتمنى تبقون ويانا بس تابعوا لي هذا الفيديو الصغير ونرجع لكم. يلا دير بالك في الواير. دير بالك في الواير. قول الواير هذا الكهرباء حسين حاج يدير بالك حسين حاج حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي طلع
هسه واللي انتهى قبل شوية، الطلقات والتمشيط والسيارات والهمر الواقفة، هذا واحد من المقاطع اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صورها الجيش والميليشيات، يبين لحظة اقتحام الميليشيات قرية نهر الإمام بسيارات حكومية وتمشيط القرية بطلقات ومداهمة منازل القرية ودفر البيبان وكسر البيبان وحرقها بدليل دامغ يثبت وقوف هاي الميليشيات خلف هاي الانتهاكات، عكس ما روج إلى عن وجود طرف ثالث وراء هاي العمليات، لا الأسماء ولا اللهجة المتداولة بين المقتحمين ولا الطريقة اللي طبوا بها تثبت أنه أكو طرف ثالث. اللبس لبس ميليشيات وجيش، سيارات سيارات حكومية عراقية، الإطلاقات والسلاح المستخدم سلاح متوسط مو خفيف، خلع بيبان، حرق منازل، تمشيط قرية كامل بالطلقات، يعني شنو المطلوب وليش؟ ليش هيك بده يصير بالناس اليوم بالعراق؟ أبو شيماء من بغداد حياك الله. أبو شيماء انقطع الاتصال يا أبو شيماء. أم مازن من بغداد، أبو مازن عفواً، أبو مازن أعتذر منك أخوي. حياك الله أستاذ العزيز. حياك وبياك يا غالي. الله يرضى عنك إن شاء الله. إحنا خلينا نشهد باللي قالوه هم. عفواً بس أنتوا شنو؟ ها نعم. قلت إحنا شنو؟ أقول خلينا نسلم جدلاً. أيه. باللي هم دا يقولوا انه جماعة تابعين لداعش طلعوا من هاي القرية، هاجموا القرية كلها، ما راح نسميه باسمائهم هم، ماشي. نعم. هاي القرية من ردت على القرية، يعني كان ردت ماشي لدولة استأصل هذول الناس اللي بهاي القرية اللي هم يقولون عنهم من داعش ويجيبوهم، ويجيبون هذول اللي مضروا قانون يجيبوهم ايضا، هم ترى نفس فصلون واحد. هذا الشيء متفق البارحه يعني اللي كذب هذا انه هذا الكلام. انا شفت الفيديو، شفت فيديو مال الجندي هذا اللي دي يقلب الثلاجات، شنو شفت هذا. احنا الشغله واضحه لنا استاذ العزيز، ما مخفيه، وكذبهم اصبح اليوم ما مخفي على كل القاصي والداني. لكن المصيبه وين؟ المصيبة البارحة سليم الجبوري طلع على أحد القنوات، وما أدراك أنه سليم، لكن قال كلام، قال أنا اتصلت ويا نائب قائد العمليات وقلت له أستاذ العزيز الشهر 1-2-3 تتحرك قوة توقف هاي الناس اللي تحرق وتهجم وتدمر وتهجر. قال إحنا خلي نحتوي الأزمة، خلي نحاول أنه نخلي الناس يعني نشردهم، يعني المضغوط عليهم خلي نشردهم. زين ايش عجب هذول اللي معتدى عليهم؟ مو هم الطرفين، خلي نعتبرهم الطرفين عايلين. ليش هذا الطرف يتهجر وهذا الطرف ما يتهجر؟ ولو ردت تحكي يقول لك انت ده تحكي من الطائفية. ايش من كل التهجير يصير من صفحة واحدة وصفحة ثانية؟ هي سيد الموت ما هي لو تجي النسبة الديارة، تجي النسبة اللي احنا ايضا ما راح نذكرها هي اكبر بالدياله. وبعدين خلي انطيك شغله اللي هي اهم من كانت الحرب العراقيه الايرانيه، اقرب قاطع كان على ايران هي دياله. من تعبر الحدود يعني من نجي مجازين من 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 جبهات القتال نلقى دياله وين فراشك طلقه اذا تنثار ينعرف مصدرها منين وراعيها منين وقاتلت دولة من سنوات حتى إيران ومجاميع داعش خبصونا قالوا التحرير وحجة التحرير وما عرفها. لا بس أبو مازن أنت ما قلت كلمة، أبو مازن حضرتك قلت كلمة يعني مستوقفتني لحد هاللحظة، تمنيت أنه تتوقف حتى أسألك. أنت قلت دول المغضوبين عليهم لازم يطلعون اليوم من هالمكان، مغضوبين عليهم من منو؟ من جماعة نهر الإمام يعني يقولوا لهم هجروهم يعني من منو؟ منو اللي غاضب عليهم؟ هو أكو غير هي الدولة؟ زين والدولة يعني السلطة أو 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 أي شخص يحكم بلد في أي مكان بالعالم إذا حكم ملك رقاب الناس بحيث إذا خسر بالانتخابات يسوي بهم اللي دا يصير اليوم بالعراق؟
يا استاذ فاضل، ما هو هذا اللي حاصل عندنا هسه الان، هسه حاليا، هسه حاليا عندنا جاء يمكن اخر بنظام كل دوله، حد هاي الدول اللي ابسط شيء يعني ما لها ذكر شيء قانون. هسه حاليا اختلافهم على الانتخابات، هسه اللي يقبلوا لها وفرشي الطرف التنسيقي وما اعرف يسموه، يعني كانما بلد مسير بايد فتوى السيد فلان، ويعني شغله عشائريه. احنا ما عندنا دوله، احنا ما عندنا مفهوم اسمه دوله، احنا عندنا عشائر. قال السيد فلان وحكى السيد فلان وقال شيخ فلان، احنا عشائر، احنا يعني ما ادري بيا جزيره عايشين بيا وطن عايشين، والله ما اعرف. نعم الله يكون بعون يعني. نعم حياتي، اشكرك ابو مازن، ممنون منك. ابو رسول من بغداد، حياك الله ابو رسول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي بالنسبة للمقطع سعد الله تعالى على الشاشة، شنو المقطع ما أنت طلعت على الشاشة قبل 10 دقائق؟ أي هذول مو جيش عراقي اللي طلعوا؟ هذا شنو؟ مو جيش عراقي هذا اللي طلع مداهم المناطق اللي فيها إرهاب ولا؟ أي زين، انتم ليش ما ليش ما حكيتوا على الشهداء اللي القتلوا البرياء ذول اللي من قريه الرشاد المغدادي ذول بنتنين؟ ذول مو اخوانكم؟ يعني انتم ليش اكو تفرقه بالموضوع؟ بس لحظه، اي تفرقه اخوي العزيز؟ احنا دا نحكي انه اليوم اولا الجيش ما تدخل، الجيش هسه اللي انا حكيت به اليوم دا يصور هذا. نعم. الفيديو اللي طلع بدايه الحلقه، تمام هذا الفيديو اللي طلع قد يصور البيت المحروق والسيارة المحروقة والفريز اللي فتحها والثلاجة، هذا جيش. الفيديو الثاني اللي طلع وراء الفاصل ذول الميليشيات اللي طبوا دا يقتحمون قرية نهر الإمام. استاذ العجل قرية نهر الإمام ليه؟ شون بس عيد لي السؤال. اكو ارهابيين، يعني انت تقول انه نهر الامام كلها ارهابيين؟ لا اكو بيها ارهابيين، لا اكو بس لهم حواضن يا اخي، مو كلهم علماء يعني. مو انا جايك، انا جايك على عيني وراسي. فلنفرض جدلا انه اكو بيها ارهابيين، فلنفرض جدلا اكو بيها ارهابيين، تنحرق البيوت. نعم. ويتهجرون قرى باكملها، ويطلعون من كل قريه 250 و300 عائله، وينقتلون ما ينقتلون من عندهم، وتنسرق ممتلكاتهم، ونسوانهم ما يندلون زلمهم وين، هيك احنا بدنا نحاسب الكل. يعني اني باوع خلينا نكون صريحين، لو فرضا اكو احنا كلهم اخوتنا استاذي. نعم استاذ تفضل دا سمعك. وانتوا العراقيين ماكو فرق استاذ العزيز. دا سمعك ابو رسول عيني، هم ماكو فرق الطرف غير اخوتنا، بس المنطقه مكه ادرس هذا دول اهل المنطقه مال قتل ما يقول هذه شلون اجوا من عندهم شلون طلعوا، هذا اللي نسال عليه. زين الشهداء دول هيك اولاد الخايفه عن السيد وقتلوا بيوتهم ابرياء، يعني مو من حق يصير عنكم رد يدورون الارهابيين ولا؟ زين ابو رسول، اريد اسالك سؤال ابو رسول. ما كنت افرغ لعدونا ابو رسول، بس من رخصك اريد اسالك سؤال ابو رسول. ابو رسول حبيب قلبي، اريد اسالك سؤال تسمعني؟ فلنفرض اكو ارهابيين 10 20 30 40 50 واحد بقريه نهر الامام، تمام؟ نعم. زين ذولا ما عندهم سلاح؟ عندهم. ما عندهم امكانيه انه يقاومون؟ نعم عندهم اكيد. بس هذا الشيء ما صار اخويا العزيز، يعني انا هسه اذا اريد اقتنع بكلامك انه نهر الامام بها ارهابيين، على الاقل كان صارت مقاومه، كان دافعوا عن نفسهم. اللي شفناه بس نسوان واهالي وبيوت تنحرق،
اللي شفناه ناس عزل دي يطبولهم. الفيديوهات اللي نشرت لي هسه ما بها طلقة واحدة طلعت من قرية نهر الإمام، كل الطلقات طلعت باتجاه قرية نهر الإمام، وأكو قرى هواية شوك الريم وغيرها وغيرها وغيرها، قرى بالمقدادية مو بس نهر الإمام، قرى كلها تهجرت. لو أكو إرهابي واحد كان دافع عن نفسه، كان ضرب طلقة، كان انهزم، كان سواله شغلة زين، إحنا ليش أنت تقول ماكو تفرقة؟ أرجع وأسألك بسؤال، أرجع بيك لي ورا، تريد أرجع إلى عمليات التحرير؟ يعني واحد يقول لك بالموصل أكو 2000 واحد من داعش، انكت لو بس بالعمليات 40,000 واحد، زين ذولا 38,000 واحد طرح. يا أخي ماكو تعاون، ماكو تعاون والله ما يصير هيك يا أخي. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو رسول. أبو رسول يقول قرية نهر الإمام بها إرهابيين وماكو تفرقة وماكو أي شيء صار، واللي أنتوا دا تقولوا يقصد قناة الرافدين حول ما دا يصير هذا الشيء غلط. شو تقول عليه أبو علي من قضاء المدائن؟ حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي الإذاعة الكريمة المجاهدة. حياك الله أخوي أستاذ رفل، الله يسلمك أستاذ رفل. هو رأي نظريته طبعا، هو عبر عن رأيه. أكيد أكيد، ورأيه محترم. أي. شلون قتل في المتظاهرين؟ من اللي قتلهم؟ والميليشيات قتلت دياله؟ من اللي قتل الميليشيات؟ ليش ما يتفقون بالقتلة؟ يعني احنا نبقى نشوف القتلة قدامنا وينكرون؟ ليش انتهم عراق؟ هو يعني الاحتجاج العراقيين اهل الجنوب مو اخوتنا؟ ليش اجترح الضحايا؟ رادوا وطن، كل شيء ما رادوا، رادوا بس وطن. الميليشيات مروا بأكملهم، ليش ما حد يجي طار الميليشيات؟ أبو علي أنا عندي سؤال، أبو علي أنا عندي سؤال، ليش اليوم الميليشيات من الطب الطب للطارمية انوصمت الطارمية داعش؟ يطبون القرى المقدادية انوصمت المقدادية داعش، يطبون للأنبار، الأنبار داعش، يطبون للموصل، الموصل داعش، ليش هاي الوصمة اليوم موجودة على أبناء العراق؟ استاذ رفل اخويا هذا مخطط، مخطط ايراني امريكي يريد دمار، دمار العراق، دمار السن الشيعة. يعني طبوا للطارمية قالوا داعش، طبوا للمناطق مال الديالة قالوا داعش، طبوا لبقرات قالوا داعش. شنو شنو اللي يقول لك؟ يقول لك احنا قتلة العراقيين؟ طبعا ما يقول لك احنا نكفل باسم العراق، يقول لك هذا بعثي، هذا صدامي، هذا بالقاعدة، هذا بالارهاب، لا قتلة. نعم والله لان على ابوهم لا حتى ايران. نعم شكرا شكرا لك أبو علي. بالنسبة إلى رسائل واتساب اللي وصلتني اليوم، أول رسالة تقول أرجوكم أن تنشرون هاي الأسماء لعل الله ييسر ويلقوهم أهلهم. مفقودين اثنين، محمود جاسم محمد سلطان من مواليد 97، فقد شهر 4 بال 2017، وشاكر محمود محمد إبراهيم الحمداني من مواليد 69، انفقد بالموصل بحمام العليل وما حد يلقاه حاليا. أبو عائشة، أنا ألتحق بالمعارضة العراقية لسنة 96 وأنا نادم، أكثر المعارضين الحقيقيين، ما كنا نتوقع العراق يذهب فريسة إلى إيران، لو كنت أدري هكذا ما يوم أصير معارض إلى نظام السابق. أخي أفل، أنا أسأل ليش بس السني 4 إرهاب؟ رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، نداء إلى أهل الغيرة والنخوة من العراقيين والشرفاء، العوائل اللي هجرت من منطقة قرية الإمام 200 عائلة، قرية عامرية 55 عائلة، الميثاق الأولى 33 عائلة، قرية الميثاق الثانية 36 عائلة، قرية الرشاد 25، المجموع 349 عائلة من قرى المقدادية، وبعد ذلك تم حرق دور وبساتين وسيارات وأغنام وأبقار وحتى مستمسكات ثبوتية حرقت في قضاء المقدادية. رسالة تقول أخوي أفل، يعني نرجع نعيد ونقول هاي كلها تدابير إيران بحت، تدابير إيرانية بحتة. أخوك أبو يحيى. رسالة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله، وياكم خالد أبو الوليد من الأحواز، تحياتي للشعب العراقي بلاد الرافدين، إيران وإسرائيل وأمريكا يريدون دمار العراق، اللهم انصر العراق على الميليشيات وعلى إيران.
رسالة لاحقة إن شاء الله يمسحهم الشعب قريبا. رسالة أخرى: الشيء المهم هو لماذا لا يوجد طرف ثالث يقتل المعتصمين مع عناصر الميليشيات الذين يعتصمون ضد نتائج الانتخابات، وليش طلع الطرف الثالث على ثوار تشرين وعلى القرى بديالة بس؟ أخوكم حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. سبب دمار العراق الأحزاب الشيعية والسنية والكردية الفاسدة والفاشلة، مع الأسف أصبح بعض الشيعة ولاءهم لإيران، والسنة ولاءهم إلى إيران أيضا، والأكراد ولاءهم إلى فرنسا وأمريكا. أين الولاء العراقي؟ فقط ثوار تشرين ولاءها إلى العراق لا غير. رسالة أخرى: أتمنى تنشرون هذا الفيديو. وكاتب: أتمنى أن تكون هاي المجزرة كافية بدون حاجة إلى مجازر أخرى ليتوقفوا عن مطلب حل الحشد. ورسالة ثانية كاتب لنا: أتمنى أني دا دزلكم فيديوهات وأتمنى تنشروها، ليش ما تنشروها؟ أخويا العزيز، بالنسبة للفيديوهات، هذا الرقم اللي تشوفه هنا ما نقدر ننشر لك فيديوهات إذا تدزها عليه. إذا تريد تدزها الشريط الأبيض الجوة أكو بي رقمين اسمها نافذة أنت ترى، تقدر ترسل لنا الأرقام اللي الفيديوهات اللي تريد تنشرها، وإن شاء الله تنشر على قناة الرافدين. رسالة ثانية: اللهم انصر ثوار تشرين وإلى قناة الرافدين مع التحية. هذه جريمة حصلت في محافظة ديالة، وناشر فيديو. أخوي العزيز، ما أقدر أنشر هذه الفيديو لأنه على الجهاز هنا، مثل ما قلت الأخوية، الشريط الأبيض اللي جوا مكتوب هجوم صاروخ إسرائيلي على ريف دمشق، تقدر من جوا التابعة وتلقي رقم النافذة أنت ترى وتقدر الدز. السلام عليكم، أريد أشارك، أكو اتصال عبر الواتساب؟ لا والله أخوي العزيز، هذا الرقم مو للاتصال، فقط للرسائل، أرقامنا الثانية هي الاتصال. السلام عليكم أستاذ، مشكلة ديالة قريبة على الفرس وخليط سني وشيعي، وموجود حساب تابع لإيران جماعة المجرم هادي العامري والمجرم قيس الخزعلي، هم اللي يقومون بقتل أهل السنة بديالة لتفريغ المدينة، قاموا بجرائم يندى لها جبين الإنسانية، لم يسلم منهم حتى الأطفال. هاي اليوم المشكلة اللي صايرة بالعراق. لكن أردفتهم وأعيد السؤال، شو فترة من الفترات الجيش لبز شاديش وانهزم، فترة ثانية الجيش ما له علاقة، فترة ثالثة الجيش محرر مدن، طلعت لنا ميليشيات جديدة وهي حررت المدن مثل ما يقولون، وراها رجعت المنظمة أو الميليشيا الإرهابية المسمى داعش ورجعت الطب للمدن من جديد، ومع ذلك المواطن ما زال يقتل، ليش؟ ما حد يدري. أتمنى تلقون الجواب وتجاوبوني. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر بإذن الله. في مع الله.